أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في النشرة الرياضية لبوابة أخبار اليوم، واللي من خلالها هنقوم بجولة رياضية داخل الملاعب والأندية والاتحادات الرياضية المختلفة لرصد أهم وآخر الأخبار الرياضية. تابعونا في نشرة أخبار اليوم الرياضية. والآن مع عناوين النشرة. الأمن ينتصر في أزمة الأهلي مع الألتراس، وفي مباراة الأزمة الأهلي ينكسر على صخرة سموحة. الزمالك يظهر الحرس بهدفين برازيليين في أول ظهور لباكيتو. افتتاح مبهر لكأس العالم للبلياردو تحت رعاية أخبار اليوم. شكوى كبيرة في المحكمة الدولية الرياضية. هيكل يعتذر للأهلي عن تصريحات المسيئة. وزير الرياضة يعلن تشييم النسخة المصرية من مرض مزايد الخيل. كده السيد تشوف بجهارية الأفرو-أسيوية بشرم الشيخ. بافتتاح جماهير روما تريد إقالة مدرب محمد صلاح. انتصرت قوات الأمن في أزمة الأهلي مع جمهور الألتراس التي اندلعت قبل ساعات من انطلاق مباراة الأحمر مع سموحة بالدوري القروي. الأمن سيطر على الموقف وفرق الجماهير السائرة وحرر لاعبي الأهلي من قبضتهم. هذا وتقرر إقامة المباراة بعد ساعة من موعدها الأصلي، وكان الألتراس قد احتجز اللاعبين واشترط حضور المباراة من أجل إقامتها، وهو ما رفضه الأهلي الذي استعان بالأمن. ولبي الأمن النداء ليرسل رسالة ضمنية للعالم أن مصر صارت دولة تسيطر على أحداث متوترة. قبض الزمالك على حرس الحدود بهدفين نظيفين اليوم بالأسكندرية في الأسبوع الثامن للدوري العام لكرة القدم. أحرز الهدف الأول النجم الموهوب عمر جابر على الطريقة البرازيلية وبمهارة عالية جدا، عندما استثمر خروج حارس الحدود من مرماه بعض الخطوات وأرسل الكرة من الجانب الأيسر لوب محرزا هدفا رائعا وجميلا على الطريقة البرازيلية. وأضاف الهدف الثاني الموهوب مصطفى فتحي من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 84. بهذه النتيجة رفع الزمالك حامل لقب المسابقة رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد الحدود عند 6 نقاط. قدم الزمالك عرضا راقيا في الشوط الثاني وتألق لاعبوه في أول ظهور رسمي للمدرب البرازيلي الجديد باكيتا بعد هروب مدربه السابق فريرا. وشهدت المباراة إهدار العديد من الفرص الضائعة لفريقين، خاصة فرصة كهربا وهو في مواجهة المرمى، ورأسية مسعودة التي تصدى لها الشناوي وتابع قصفها المدافع الشجاع علي جبر. افتتح اللواء أركان حرب أحمد عبد الله بطولة كأس العالم للبلياردو اليوم في فندق سان رايز جاردن بيتش بقيادة الخبير السياحي حسام الشاعر بالغردقة. هذا وتقام البطولة تحت رعاية مؤسسة أخبار اليوم بقيادة الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأخبار. وشارك في هذه البطولة 148 لاعبا يمثلون 22 دولة رسميا. وبدأ الافتتاح بكلمة المتحدث باسم البطولة الحكم الدولي المصري أنطون. رحب فيها بالمحافظ ورئيس مؤسسة أخبار اليوم ورئيس الاتحاد الدولي للبلياردو. ووجه محمد الأماح رئيس الاتحاد المصري للبلياردو تحية لكل من ساهم في إقامة البطولة، وتمنى للمشاركين التوفيق ووجه الشكر لمؤسسة أخبار اليوم. ثم ألقى حاتم زكريا رئيس اللجنة المنظمة مدير تحرير الأخبار كلمة نيابة عن كاتب الصحفي الكبير ياسر رزق. رحب خلاه باللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وفاروق البرقي نائب رئيس الاتحاد الدولي ومندوبه في البطولة ومحمد الأماح رئيس الاتحاد المصري للألعاب البلياردو. يتوجه وفد من الزمالك يضم المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك والمهندس هاني زادة عضو مجلس الإدارة إلى سويسرا صباح الجمعة، لقاء محامي الزمالك بلوزين كريسبو ومعه نصر عزام المستشار القانوني للنادي قبل التقدم بشكوى رسمية ضد الهارب فريرا في المحكمة الدولية الرياضية، وهو الملف الذي أعده هاني زادة وعزام والشؤون القانونية بالنادي في إطار تعليمات وتحت إشراف من رئيس الزمالك. ويتخلل الرحلة عقد الوفد الزملكاوي جلسة مع كريسبو الذي من المفترض أنها محددة مع محامي أجوجو من أجل جدول الجون الزمالك لدى اللاعب الحاصل على حكم وأحقيته 7 ملايين جنيها بعدما نجح الزمالك من قبل في النزول بالمبلغ من 18 مليون جنيه إلى 7 ملايين هي مستحقة على النادي من أيام المجلس الأسبق برئاسة ممدوح عباس. كما سيبحث الوفد أزمة اللاعب السابق للزمالك ريكاردو الذي طالب الزمالك بدفع نحو $500,000. قدم عادل هيكل حارس النادي الأهلي السابق اعتذاره للنادي الأهلي على التصريحات التي صدرت منه خلال الفترة الماضية. أصدر هيكل بيان رسميا حصل ببوابة أخبار اليوم على نسخة منه يؤكد فيه على اعتذاره عما بدر منه، مؤكدا أنه يكن كل الاحترام للنادي الأهلي الذي ينتمي إليه وإلى أصدقائه القدامى في نادي الترسنة، وشدد على أنه لم يتعمد الإساءة لزملائه اللاعبين، مختتما أنه يعاهد الجميع
على عهد الوفاء والمحبة. وكان هيكل قد أدلى بحوار صحفي قال فيه أن النادي الأهلي قدم رشوة للعيب الترسانة عام 1966 لكي يسهلوا لهم الفوز بكأس مصر. أعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة عن انطلاق النسخة الثانية المصرية من ماراثون زايد الخيري، والذي تخصص تبرعاته لصالح مرضى الكبد الوبائي في مصر، وذلك في مؤتمر صحفي كبير حضره الدكتور أشرف صبحي مساعد وزير الشباب والرياضة المصري، والفريق أول محمد هلال الكعبي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية ورئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، وأمل بوشلايخ رئيس النسخة المصرية للماراثون، وخليفة طنجي نائب سفير دولة الإمارات، ودكتور نانيس عادل مستشار وزير الصحة، وقيادات وزارة الرياضة، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بأحد فنادق القاهرة الكبرى. أكد عبد العزيز أن الماراثون له أبعاد متعددة أكثر من كونه ماراثون رياضي، وخاصة أنه يحمل اسم عزيز وغالي على كل إماراتي ومصري وعربي، ومشيرا إلى الارتباط الوثيق على مستويات القيادة في مصر والإمارات وعلى المستوى الشعبي، وأن رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واختيار الزمان المتوافق مع العيد القومي للإمارات يؤكد على عمق العلاقة والمحبة المتبادلة. توجد بطلة منتخب مصر رفع الأثقال هبة السيد بالميدالية الذهبية في البطولة العربية الأفرو أسيوية التي تستضيفها مصر حاليا في مدينة شرم الشيخ. وجاء تتويج بطلة منتخب مصر بالميدالية الذهبية بمنافسات وزن 48 كيلو في الخطف والكلين والمجموعة، كما حقق مصطفى عاطف لاعب منتخب مصر بالميدالية الذهبية لوزن 62 للرجال في الخطف والكلين والمجموعة، بينما حصد الرباع ياسين عبد الله ذهبية وزن 96 في الكلين والخطف والمجموعة. طلبت جماهير روما الإيطالي إدارة النادي بإقالة الفرنسي رودي جاريسيا المدير الفني للفريق المحترف ضمنه اللاعب المصري محمد صلاح بعد خروج مهين من دور 16 في بطولة كأس إيطاليا أمام سفيزنا الذي ينافس في دور الدرجة الثانية. وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة تيمو الإيطالية حول مستقبل جاريسيا مع فريق روما، رغبت الجماهير في رحيل المدرب الفرنسي عن منصبه بنسبة 90%، فيما أبدى 10% فقط من المشاركين بالاستفتاء رغبتهم في استمراره. ويعد مارشيليو ليبي المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي أحد أبرز المرشحين لخلافة رودي جاريسيا في منصبه. كانت هذه نهاية النشرة، سعدت بلقائكم وإلى اللقاء في نشرة رياضية جديدة ببوابة أخبار اليوم.